من جديد مرحبا بكل مستمعينا فين ما كنتوا. مرحبا مغاربة العالم والجالية العربية أيضا، مازالين دائما كنستمتعوا بإطلالات وكذلك مقتطفات من كلمات مجموعة من المصممين مصممات لليوم كيأتوا قفطان مزاقو في الدورة ديالو 11. كيف قلت في البداية، ماشي غير مصممات من المغرب ولكن مصممات حتى من خارج المغرب، روح مغربية، قلب مغربية، جنسية مغربية ولكن ديار أوروبية لليوم كيقيموا فيها وكيعيشوا فيها ولكن كيبدعوا، ونهار الإبداع كيكون عنده صورة كيحاولوا أنهم يعرضوا من خلال مناسبات كفطان موزاغو. أول شيء معانا مصممة فاطمة الغريب. نعم. أول شيء مرحبا بك. ربي يخليك لله. الله يحفظك فاطمة. تحاول تهضر معنا بمغربية مقادة شوية شوية. نحاولوا دونك من برشلونة. برشلونة. تكلمنا على الدورة 11 وكيفاش جات الفكرة وشنو التصاميم اللي غتبرزيها اليوم؟ عبر الدورة حيت شاركت أنا في الدورة 10 وعجبني الجو اللي كان، شاركنا في دورة 10 ولامبوش اللي كانت في دورة 10 كانت جات زوينة وديك شي، ومن نصنروا علينا عاوتاني في دورة 11 قلنا علاش لا. دونك عجبتك الدورة هي اللي خلاتك انك تكون في هاد الدورة التالية؟ نعم لا. والتصاميم ديالك شنو جايبة اليوم؟ شنو باش تحضري؟ شنو التشكيلة ديالك؟ جايبة قفطان رويال، قفطان رويالاش فهمتي. التشكيل ديالنا كنخدموا على الحجر بزاف، التصميم ديالنا كله كيمشي على السفيفات وشبري الطود والحجر، ده شارجي بزاف وبغينا نجيبهم هنا، كنديوهم من تمايا وكنوريو نجيبوهم هنا نعرضو بهم. نعم كتعرضي هنا التصاميم، واش هي سبيسيال عروس؟ كاينه جوج الحاجات، كاينه العروس وكاينه قفطان ديال ليزانفيتي. شي لا شيميتاسيونيش و كتعتمدوا على الاحجار بزاف، الاحجار. نعم. الكريمه بزاف. نعم. يعني انك تكون القفطان كيكون شارجي بزاف، كيكون شارجي بزاف تبارك الله. مازال مطلوب القفطان يكون شارجي؟ شي حنايا تما مازال كاينه الناس اللي كتعجبها، كيعجب داكشي يكون تخيل ثقيل ودي شارج وفهمتي. نعم لاليغانسيا اكيد اكيد. ملي تنتكلموا على القفطان باللي بيرل اولا بالاحجار انه يكون كثير، واش حتى القصه كتختلف ما بين هنا ولهي؟ كيفاش القصه غتكون؟ كيفاش خدمتي القصه ديالك؟ القصه فيها صعوبه باش تخدمها لهي فهمتي. حنا دابا كنخدموا في ثلاثه ديال الطرف، كنخدموا واحد الطرف برا، كنخدموا الطرف الثاني كنخدموا في تمايا، والطرف الثالث خصنا نوليو نهبطوا حتى هنايا نخدموه عاد ونوليو عاوتاني نطلعوه. نعم هنا على الحرفي المغربي، على خدمه المعلم الصناعه المغربيه فهمتي، السفيفه الضفيرات الدرس. كتحاولوا انكم تخدموا هنا في المغرب؟ لا من المستحيل تخدم برا فوالا. دونك ضروري انك خاصك نوصل الافطان تاع لمن وصلنا الحرفيين والصناعيين والخدمه المعلم في البلاد. دونك تحيه لكل الحرفيين المغاربه. والله العظيم تبارك الله عليهم، زعما هما في ديك هما ما كيظهروش بلا هما اللي كيخدموا تاهما كيخدموا ما شاء الله عليهم صراحه. هي هذه صراحه وكيستحقوا كل التصفيق وكل تشجيع عليهم وكل تشجيعات، والله يعاونهم والله ينصرهم كما كنقول انا زعما بلا بهم ما نكونوش. جميل داك التكامل بينكم وبينهم. اليوم اطلالاتك قلتي انها غتكون انيقه ان شاء الله يا ربي ما شاء الله، غنيه بالاحجار الكريمه ان شاء الله. شنو الالوان اللي خدمتي على شنو الالوان اللي كتريحك انك تخدم عليها؟ الباليت كولور اللي كتريحك مثلا؟ الوان باهته هدوء نود باستيل نود مره كنعطيو ديك اللمسه ديال ديك الكولور رويال، الازرق رويال، البرد واخضر رويال، الالوان الملكيه سيتامين دي لا كولكسيون سي دابا شي رويال. نعم اذا الا بغينا ناخذ كلمه من خلالك لكل مغاربه العالم الجاليه المغربيه، شنو تقولي لهم اليوم على المغرب وجماله؟ المغرب ما كاينش بحالو بالاسبانيا. ميساج ديالك اليوم بالاسبانيا؟ بالاسبانيا فامون مروك شنو تيني انا فامون اكيد. وحتى انتم ما كاينش بحالكم لان نعم ما شاء الله عليكم انتم سفراء فامون شنو بعيد لهم الاخرين كتاني ماشي هذا ماش صنعه التقليديه ديالنا ما كايناش حتى في بلاصه حتى واحد ما يقدر يعوضها وخاصكم تشدوا فيها مزيان. خصنا نحاربوا عليها ونحضيوها ونشجعوها وكيفاش نقولوا لها انكم تبرزوها وتبينوها اكثر. احنا تما كنقولوا كويداروها نحن فهمتي نعطيوها قيمه طبيعه الحال اكيد من خلال التصاميم ديالكم انكم كتكونوا سفراء. اول شيء انا كنتمنى لك التوفيق ولكن شنو وجده جديده؟ شنو اللي يكون جديد من هنا قدام؟ احنا غادي ان شاء الله شغل تجليبات في طناس فهمتي مطلوب في اسبانيا من المغاربه او حتى يعني حاولنا كل شيء حتى من الاسبانيين ولا اللاتينوش
حتى هما حاولنا زعما ما يشوفوش داك الافطنعي هو مغربي صافي ما يلبسوا على المغربيه ولا نو كنحاولوا زعما حتى داك اللاتين امريكانو ولا داك الاسباني اللي عنده شي مناسبه. انا كنملق في الطاس خسران ندخلوا فيهم الرومي البلدي ايوا نطيت كنحاولوا يوصل لكل شيء ما نخليوش شي مغربي نوصلوه. ما شاء الله عليكم راه قلتها في البداية ثم تبارك الله عليكم راه سفراء القطن المغربي والتصميم التصاميم المغربيه في دول الاقامه اللي نتوما فيها. كنتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا لله. شرفت بك. مشرفنا لله. شكرا لك وشكرا موصول لكل المستمعين والمستمعات واكيد مرحبا دائما بتواصلكم من كل من خلال كل فقرات شدايف فهمه.